السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت إليكم بفيديو جديد عن نموذج تقييم أداء الموظف تحت التجربة. أنا اسمي محمد عبد الله أبو كرع. طبعا كل إشي بسجله بنشره على صفحتي اسمها المعلم، وعلى قناتي اليوتيوب اللي أنا بسجله ببعث لكم إياه، وما عندي مشكلة إنه تبعثوا للكل حتى يستفيد. بتمنى إنه الكل يستفيد من هذه الفيديوهات. بالنسبة لنموذج تقييم أداء الموظف تحت التجربة، طبعا هذه البطاقة تعبي المعلومات عنه، تعطيها للمعلم يعبيها، شو مكان معلم أو سكرتير أو مرشد أو آذن أو مراسل، المهم تعيين جديد. بتعبى له تقريرين مع نموذج تقييم الأداء الموظف تحت التجربة. أتمنى أن أكون أوصلت المعلومة لكم. أنا بتعلم منكم وأستفيد منكم، وهي فائدة للجميع. انتهى الصفحة. الجزء الثاني هون خاص بعناصر الأداء والسلوك الوظيفي. مثال، أنا وضعت إشارة صح هنا بداية الفصل الأول، يعني ممكن يكون الموظف أو المعلم أو الآدم تعين فصل أول شهر 9، ممكن يكون شهر 10، ممكن يكون هون بشهر 11 أو 12، ممكن يكون هون بداية الفصل الثاني، ممكن يكون هون نهاية يعني معلومات تعبيها نهاية الفصل الثاني. أنا حطيت إشارة صح، حطيت إشارة صح هون. ممكن انت تحط جيد، جيد جدا، هذا اشي بعود الك. هلا انزل تحت الموظف تحت التجربة، الملاحظات العامة حول اداء سلوك الموظف. طبعا هذه النقاط انا طابعها هون وهون وهون وهون، مو شرط تعبي نفس النقاط هاي، انا معطيك امثلة، وهذه نقاط بتشملهم. موجز، يتقيد بالمواعيد، قدرة فائقة، متميز بالعلاقة، ملتزم بالدوام، يتقبل الآراء، يتحقق النتائج، قابل للتطوير، بإمكانك تضيف، بإمكانك تعبي 3 نقاط، ما في مشكلة، بال4 خانات 1 2 3 4 حسب تاريخ تعيينه. انزل تحت مقترحات تحسين أداء الموظف. أنا بفضل إنك تكتب دائما نتائج إيجابية، لا تحط نقاط سلبية. دائما كن مع المعلم، مع الموظف، ارفع معنوياته. انا كاتب طابع هون نقاط ورشة عمل، الحاقه بدورة اي سي دي او انتل، الحاقه حول توظيف الحاسوب بالغرفة الصفية، دورة بالاي دي ويف، دورة بالام اس، اسعافات اولية. المهم هذا اشي لك حسب ما يتطلب منك، تكلف فيه المعلم او مهام المعلم او الموظف. هذه لمن يريد ان يقرأ هذه النقاط. هذا مثال ل6 نقاط، 6 جمل، بإمكانك إنك تكتب مثلها أو تعدل أو تضيف. هون تنسيب الرئيس المباشر اللي هو أنت، حضرتك أنت كمدير، كقائد، كمديرة، كقائدة، ما عليكم إلا أن تضع تحطوا إشارة. هلا لاحظ الإشارة هون، أنا حاط هنا صح على جيد جدا، فوق جيد جدا، مرحلة المراجعة الأولى. بإمكانك تحط ممتاز، لأن النقطة هاي أنا حاط ممتاز، كل هون إشارات صح على ممتاز. وكذلك الأمر الأربع مراحل، الربع الأول الثاني والثالث والأخير. نيجي هون، أتمنى هذه النقطة إنهاء الخدمة ابتعدوا عنها نهائيا، ما في داعي لها. أنا حاط صح عند استمرار الموظف تحت التجربة. هذه المعلومات، اسم مدير المدرسة، التوقيع مدير المدرسة، التواريخ، ممكن تحط التاريخ هذا هنا مشابه للتاريخ اللي أنا كاتبه فوق، مشابه له. وكذلك الأمر المربع الأخير من مهام مدير المدرسة. افتح الصفحة الأخيرة، الجزء الثالث والأخير، الترسيب النهائي بخصوص الموظف تحت التجربة. كنا اللي احنا ننسب دائما، إذا كان ضعيف الموظف ننسب، نكتب
أنسب نقله إلى مدرسة أساسية أخرى، أو أنسب إعطاه فرصة أخرى. نكتب تقرير لقسم شؤون الموظفين، تقرير ورقي غير نموذج التقرير. التقرير السنوي هذا لحال، أما التقرير ورقي بخصوص المعلم المقصر لقسم شؤون الموظفين بعيدين عن الموضوع نحن بهذا الشيء. بتحط إشارة موافق غير موافق الأسباب التالية، بدك تكتب الأسباب التالية هون، أو تكتب ورقي إيش الأسباب وهو يطلع عليها يوقع عليها. إن هو ما وقع عليها أنت مدير مع مساعد مع معلمي اثنين أو مع اثنين من إداريين توقع على النموذج، ترفقه مع التقرير إنه هذا لا يسمح. شو الأسباب إنك غير موافق عليه؟ هنا تكتب اسمك، توقيع مدير مدرسة. أنا هون حاط تاريخ 30/6، يعني تقريبا موعد تسليم التقارير. أشكر متابعتكم وشكرا لكم تمام، وتابعوني باستمرار قناتي أو صفحتي المعلم. كان معكم محمد أبو قرع.